كي نخاف نبطل نبطل الراب، اما معناها باش نخلي الاغنيات نتاعي لا، كان باش نحس بالخوف نبطل الراب. مرحبا بكم رابور تونسي في مهنة الراب. عندي اسم شهرة كلاي بي بي جي، والاسم العادي أحمد بن أحمد، مولاكم سابق ورابور حالي بحول الله. كلاي الاسم هذا خذيته معناها في البريود متاع الملاكمة، معناها البريود هذا اللي سبقت الراب. في الفترة الثانية اللي في الراب خذيت الاسم معناها متاع حومتي بيبي جديد، اللي هي مختصر متاعها بي بي جي. بيبي جديد حومة معناها شعبية كيما برشا معناها حوم في تونس، فيها اللغة، فيها الراب، فيها الناس فصايل، فيها ناس طبة، فيها العاقل، فيها المش عاقل، هكاكا كيما معناها الناس كل. شكون فيكم في شدة تحت الرواساني؟ شكون بخلاف بابا اللي جربكاني؟ في بلاد النفاق والشر خوك شرني، ليني كاحك أم مضطر مش بالعني. جمهوري بصفة عامة أي واحد ولد حوم، وبصفة خاصة أي واحد مظلوم في تونس من الأصحاب متاعه، من الدولة، من الحاكم. يعني كما نقولوا 80% من الشعب التونسي هذايا حالته، وذاك عليها الراب ناجح، والحمد لله المحبة متاع الناس هذيك اللي مقوي الراب في تونس. والله لن يمر ما يذنى كان القهارة، فإن عبروا على الجثة لا خيارة، باش نعيشوا رجالة باش نعيشوا أحرار، باش نعيشوا نقولوا للحكومة نو بصرانا. أؤمن بالله والإسلام وديني، مسلما أبا عن جد والسياسة لا تعنيني، بعد الثورة حقوقنا ضاعت بربي قل لي ويني، باش نحكي من غير خوف ونطلب المولى يحمي. الخوف لازم معناه يتنح، باش نقول لك ثورة أنت من قبيلة تقول ما صارتش ثورة معناها في تونس، نحينا نظام فاسد وحطينا نظام أفسد، يعني ما فهميش ثورة، فهمتني؟ فما عركة صارت. يحبوا يدخلوا فينا الفتنة، دم الشهيد راح خسارة مانا في رغبتنا، معانا نوبة صارانا باش نواصلوا ثورتنا. كي قلع مزيان كرسي الرئاسة ولا أيزي، يا أخي لعبونا اللعب وعملوا مجلس التأسيسي، مشيت قيد وانتخبت بالشرط حلا أبو عزيزي، وما في بالي شورى الستار اختاروا رئيسي. راب من الشارع وباش يرجع للشارع، يعني انا اللغه ما جبتهاش من عندي، ما اخترعتهاش انا، المعنى الكلام الزايد الحقيقه نتاع شعبي اللي ناكر فيها. التونسي كي فد عليك ما يحكيش معاك بالعربي، يسبك. انا تونسي ما نجمش نبدل. ربنا شارع مش بيرو، نيكل مندوب وزيرو، حاكم طيق له سيفيلو، بصاصة ما عندهم ما يديرو، برا البجبوش كشكيلو، قولو ورانا الخمسة كيلو، سيستمكم مني يويلو، لقى لي زنبيلو هيت نعبيلو. كتر معناها متاع الار بي جي عبارة واحد سب العباد اللي متعارك معاهم، حطوني في الحبس الظلم ما خرجت سبيتهم. تيتر معناها 100% من القلب. قلبي ياسر ساخر خوك لستو اتفخر، لي يكرهني بايو صبعي، نيك بوشوشة والتدخل في نيك احكم اني بخل قانونكم يا صبعي، حومنا روح فرضا نيك الحكومة والمعارضة روحوا نايك وشدوا الربعي. الجينيراسيون هذي قاعدة تبني في قصر الجينيراسيون اللي بعدها، بيالك واحد يموت قبل ما يولي الراب باهي في تونس، فهمتني؟ مي انا واحد من الناس كي يبدا عمري 50 سنة متعدي وفي الشارع احنا استعمل في فريستايلويات نورمال ولا يقلق فيها حاكم ولا شيء، انا وقت ربحت ديجا نورمال، على الاقل عملت حاجه حبيت. فري وجي فري سيكومان وفري ولاد الحومه كلها.